هوروسكوب. هوروسكوب مع داليا برعايه جوزيف معلوف وفير سبا استيتيك. برج الحمل، ثابر على الاهتمام باوضاعك المهنيه ونوع بين الحين والاخر بالنشاطات المفيده لمسيرتك المهنيه. حاول يا عزيز الحمل قدر الامكان السيطره على انفعالاتك وخصوصا لما بتكون مع العائله. برج الثور، بيسود جو من الفرحة العارمة بمحيط عملك وبالأخص بعد النجاح اللي بتحققه بأحد مشاريعك. بتشعر بأنه العمر عم يمضى وانت ما عم تقضي الوقت الكافي مع الشريك بسبب انهماكك بالعمل. حاول الجمع بين الاثنين. برج الجوزاء، بتمر بتجربة جديدة بتتعلق بنفوذ أو حتى بصراع على السلطة وبتلاقي نفسك أمام استحقاق مهم لهالسبب راجع حساباتك وما تجازف. قلبك فرحان اليوم وعم بغرد والفضل بيعود للقرار اللي أخدته أو الجواب اللي حصلت عليه واللي باختصار بيدخل التغيير على جوهر العلاقة. برج السرطان، ثابر وما تستسلم أبداً أيها السرطان، واسعى دايماً لإظهار أفكارك الخلاقة والمبدعة للعلن. تتراكم المشاكل العاطفية دون إيجاد العلاج المناسب إلها، هالأمر بيزيد الوضع سوء. عليك حل الأمور ولو بشكل تدريجي. برج الأسد، تحصل على مساعدة من أحد الزملاء وهالأمر بيعني لك كتير وبتقدر عونه إلك. حاول إنك تكون متسامح أكثر مع الأشخاص القريبة إلك واللي بتحبها، وإلا فقدت العلاقة معناها الحقيقي. برج العذراء، تضغط بعض الأشخاص عليك التغيير بقراراتك وبتحتار بين مجموعة القرارات اللي عليك البت فيها اليوم قبل بكرة. شاور عقلك وقلبك لتحصل على الجواب الشافي. إذا كنت ما بتحتمل فراق الحبيب، ما إلك إلا أنك تخصص له المزيد من الوقت ويمكن الاتصال فيه خلال النهار للتعبير عن مشاعرك. برج الميزان، ما تعتمد على النصائح فقط لتحسين أوضاعك المهنية، بل حاول أنك تمارس التمارين اللازمة بنفس الوقت. بتقرر التعديل والتبديل على طريقة تعاملك وأسلوبك مع الشريك، وهالأمر بيعود بالنفع على العلاقة. برج العقرب، بتقوم بعمل استثنائي بيعود عليك بربح مادي غير متوقع وبتبحث عن إنجاح مشاريعك، وبشكل هالحدث تعديل كتير هام على مسيرتك المهنية. عم تتسرع بتصرفاتك مع الشريك والأقوال عم تصدر عنك بلا ما تفكر فيها، وهالأمر بيزعج الشريك فانتبه. برج القوس، خليك عم تنظر لكل الأمور بإيجابية وتعلم كيف تحول الخسارة لربح. أكيد تطرح مواضيع شائكة بتتسبب بجرح مشاعر الشريك، ولكنه بيتفهم ظروفك وبيقدر وضعك وبيصبر. برج الجدي، تتمتع بحيوية فائضة وبتتألق بكل الأمور اللي بتقوم فيها وبتكون كل خياراتك متزنة. بتحدد مصير علاقتك بالشريك وبيكون رهن المفاوضات والمشاورات اللي بتصير بيناتكم. برج الدلو، ما تخلي حدا يشوش على أفكارك ويثير قلقك لغاية بنفسه. عليك الوثوق أكتر بقدراتك. بتاخدك الذكريات لزمن الماضي وللأيام الأولى اللي بتتقابل فيها مع الشريك وبتعود للحنين والبسمة. برج الحوت، بتقرر الانتفاض على واقع زعجك وبتكون الظروف لمصلحتك وبتواكبك بكل خطوة بتقوم فيها. بيعود حب قديم لحياتك وبتعيد النظر ببعض المشاريع العاطفية الحالية وبتركز اهتمامك على الماضي. باي باي. هوروسكوب برعاية جوزيف معلوف كوافير سبا استيتيك 450-934-9888.